الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت إيران أن صادراتها من السلع إلى العراق تجاوزت 3 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وذكرت مصلحة الجمارك الإيرانية أن صادراتها للفترة الممتدة من شهر آذار ولغاية شهر حزيران سجلت نحو 40 مليار دولار من التبادل التجاري للبلاد مع عدة بلدان أخرى من بينها العراق. وشملت الصادرات الإيرانية صادرات النفط والسولار والخدمات التقنية والهندسية والكهرباء والمنتجات البتروكيماوية. حل العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الزائرين إلى تركيا خلال شهر أيار الماضي، وقالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن العراق جاء في أولاً من بين الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا خلال شهر أيار من العام الحالي، حيث بلغ عدد الزوار العراقيين إلى تركيا خلال الشهر الماضي نحو 69,000 سائح، فيما حلت السعودية ثانياً ولبنان ثالثاً. أعلنت وزارة المالية الصينية عن حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية لدعم تحديث المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية، وذكرت مصادر صحفية صينية أن الإجراءات الرئيسية تشمل دعم تحديث الشاحنات والسفن القديمة وتشجيع استخدام الحافلات الكهربائية في المدن وزيادة الحوافز الضريبية للمعدات الصديقة للبيئة، فضلاً عن تقديم الدعم الحكومي للمستهلكين لاستبدال السيارات القديمة بنماذج جديدة أو كهربائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع التحول الأخضر للصناعات الصينية وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتحفيز الاستهلاك المحلي. ارتفعت الأسهم اليابانية والتايوانية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث قفز مؤشر نيكي بنحو 0.8% إلى 40,913 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى له على الإطلاق والمسجل في شهر آذار الماضي، حينما ارتفع المؤشر عند 40,888 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس لقمة تاريخية جديدة بنحو 0.9% عند 2898 نقطة، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل في شهر كانون الأول الماضي عندما ارتفع إلى 2886 نقطة. وفي تايوان وصل مؤشر تايوان المرجح لأعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل في 20 حزيران الماضي بعدما ارتفع إلى 23,406 نقاط. مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.